بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مواضيع مقترحة في الرياضيات لبكالوريا 2020 رقم 27، أنصح به شعبة العلوم التجريبية والتقني الرياضي والرياضي، لأنها دالة رائعة وقيمة وتحمل عدة أفكار. إذا ولننطلق على بركة الله في الشرح المفصل نقطة بنقطة. إذا ننطلق أبنائي في الحل، حيث قال نعتبر الدالة العددية F المعرفة على R ما عدا الصفر B العبارة F لـ X يساوينا X زائد لوغاريتم القيمة المطلقة لأسية X ناقص 1. نرمز بـ CF للتمثيل البياني للدالة F في المستوى المنسوب إلى معلم متعامل متجانس OEG. قال واحد، أحسب ليميت F لـ X لما X يؤول إلى الصفر، ثم فسر النتيجة هندسيا. إذا نكتب هنا حساب ليميت اف لي اكس لما الاكس يؤول الى الصفر، اكيد بقيم اقل وقيم اكبر. اصبح لنا هكذا ليميت اف لي اكس لما الاكس يؤول الى الصفر، اكيد بقيم اكبر وبقيم اقل، تساوي لنا ليميت اللوغاريتم او عفوا اكس زائد اللوغاريتم القيمه المطلقه لاسيه اكس ناقص واحد لما الإكس قلنا يؤول بقيم أكبر وقيم أصغر إلى الصفر. لاحظوا هنا وانتبهوا، نأتي أولا هذا إذا عوضنا عليه بالصفر فلا يحدث لنا شيء، يبقى لنا الإشكال أنه ليميت اللوغاريتم القيمة المطلقة لأسية إكس ناقص واحد لما الإكس يؤول إلى الصفر بقيم أكبر وبقيم أقل. هنا ما رأيكم أبنائي لو نقوم بتبديل المتغير؟ إذا وضعنا نقول هكذا، نضع t يساوي لنا أسية x، إذا كان x يؤول إلى الصفر، آتوا هنا وعوضوا بالصفر، إذا عوضنا هنا بالصفر ماذا تصبح؟ تصبح أسية صفر، أسية صفر كم واحد؟ يعني يصبح لنا t، يعني تبديل متغير، يصبح لنا t يؤول إلى ماذا؟ إلى الواحد، لأن أسية صفر كم؟ قلنا هي واحد. إذا بعدها ماذا يحدث؟ تصبح لنا هكذا، ليميت لوغاريتم ماذا؟ لوغاريتم القيمة المطلقة لـ t ناقص واحد لما t يؤول إلى الواحد، أكيد بقيم أكبر وبقيم أصغر. هذه هي أبنائي لو تعوض هنا تعطي لكم كم؟ تعطينا صفر موجب وصفر سالب، لكن نحن نعلم كمعطية أنه لوغاريتم ماذا؟ الصفر زائد معروفة أنها تساوي ناقص ما لا نهاية. إذا هذه مهما كان تعطينا صفر ناقص أو صفر زائد بالقيمة المطلقة تعطي لنا كم؟ تعطي لنا لوغاريتم الصفر زائد لوغاريتم الصفر زائد، إنها ناقص ما لا نهاية. إذا هنا تعطي لنا مباشرة ناقص ما لا نهاية، ونكتب هنا لأن ماذا؟ لأن هنا لو نعوض التي بالواحد تصبح لنا تي صفر واحد ناقص واحد هي صفر، يعني صفر موجب لأن القيمة مطلقة، لوغاريتم الصفر موجب ها هي أمامكم إنها ناقص ما لا نهاية. التفسير البياني نقول سي اف يقبل ماذا؟ مستقيما مقاربا، كيف هو؟ شاقوليا معادلته هي x يساوي لنا الصفر. هنا نكتب التفسير ماذا؟ الهندسي، حتى نفهم جيدا أبنائي إلى هذا الشيء. إذا هنا استعملت تبديل المتغير، والذي يعوض مباشرة فلا حرج في ذلك، فقد يجد مباشرة ناقص ما لا نهاية. بعدها جاء السؤال الآخر، ثم أحسب نهاية الدالة عند الناقص ما لا نهاية وعند الزائد ما لا نهاية. إذا نكتب هنا حساب ليميت f لx لما الاكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه، وكذلك ليميت f لx لما الاكس يؤول الى الزائد ما لا نهايه. تصبح لنا هكذا ليميت عفوا، اذا نقول تصبح لنا ليميت f لx لما الاكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه تساوي لنا ليميت x زائد لوغاريتم القيمة المطلقة لأسية x ناقص واحد لما قلنا x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. الأمر هنا الذي نعلمه يا أبنائي أنه ليميت أسية x لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، هذه نهاية شهيرة هي الصفر، معناها هذا الجزء يذهب إلى الصفر، بعد يذهب إلى صفر يصبح لنا اللوغاريتم القيمة المطلقة لناقص واحد اللي هي القيمة المطلقة لواحد، ولوغاريتم القيمة المطلقة لواحد كم تعطينا؟ إذا هذه كليا ذهبت إلى الصفر. عوض الآن هنا تصبح لنا لوغاريتم ليميت x لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، إنها ناقص ما لا نهاية فقط، أرجو قد فهمتم. ثم نأتي الآن إلى كذلك ليميت f لx لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية، تصبح لنا تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا ليميت x زائد
اللوغاريتم القيمة المطلقة لأسية x ناقص 1 لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية. هذه مباشرة إنه الأمر جد بسيط، هذا يعطي لنا مباشرة زائد ما لا نهاية، وهذا كذلك يعطي لنا زائد ما لا نهاية، ليس حالة تمثيل لأن بينهما جمع يصبح لنا زائد ما لا نهاية، لأن أنه ليميت أسية x لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية هذه تعطي لنا زائد ما لا نهاية. أي ماذا؟ أي أنه ليميت لوغاريتم القيمة المطلقة لأسية x ناقص 1 لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية هذه تعطي لنا زائد ما لا نهاية. لماذا؟ لأنها تعطيكم ما لا نهاية ناقص 1 تبقى ما لا نهاية، لوغاريتمها كذلك يبقى لنا ماذا؟ ما لا نهاية فقط أبنائي. بعد ما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الآخر. قال بين أنه من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم x فإن f فتحة لx تساوي لنا 2 في أسية x ناقص 1 على أسية x ناقص 1. إذا نكتب هنا البرهان أن من أجل ماذا؟ من أجل كل x ينتمي إلى R نجمة يعني غير معدوم، أن ماذا؟ أن f لx فإن f لx f فتحة لx تساوي لنا 2 في أسية x ناقص 1 على أسية x ناقص 1. أولا ماذا تقول القاعدة؟ تقول نقول بما أن الدالة ماذا؟ f قابلة للاشتقاق على المجالين. من هم المجالين؟ من ناقص ما لا نهاية إلى الصفر، والمجال الآخر من الصفر إلى زائد ما لا نهاية، يعني نفكك المجالين، لا نقول على المجال اتحاد مجال، نقول مجال ومجال آخر. ودالتها المشتقة F فتحة بحيث تصبح لنا هكذا F فتحة لX يساوي هذا لما نشتقه ما هو؟ إنه واحد زائد. هنا اسمعوا كملاحظة، تقول القاعدة إذا وجدنا دالة لوغاريتمية بداخلها القيمة المطلقة لما تقومون بحساب المشتقة تنزع القيمة المطلقة. اسمعوا تنزع القيمة، يعني دون أن تقومون بكتابة هذه العبارة دون رمز القيمة المطلقة. إذا وجدتم لوغاريتم قيمة مطلقة فتصبح لنا مشتق الدالة اللوغاريتمية معروف، إذا كانت عندنا لان اف مشتقها ما هو؟ هو اف فتحة. اسمعوا جيدا حتى ولو كانت هكذا، اسمعوا حتى إذا أعطيت لنا هكذا هكذا بالقيمة المطلقة، اسمعوا ماذا تقول القاعدة، هو اف فتحة على اف، يعني رمز القيمة المطلقة لا يحدث لنا شيء، إلا أنه لما ندرس إشارة المشتقة فإنها إشارة ميلان البسط في المقام. اسمعوا لما تجدون القيمة المطلقة في مشتقة الدالة اللوغاريتمية لا داعي أن تنزعوا القيمة المطلقة، إنما اكتبوها هكذا يعني تذهب مباشرة القيمة المطلقة، لكن في الإشارة تراعون إشارة البسط في المقام. إذا لما نشتق الدالة اللوغاريتمية هذا الذي بداخل اللان، مشتق الأسية ما هو؟ هو الأسية. مشتق ناقص واحد هو صفر على ما بداخل اللان، ها هو ما بداخل لان دون رمز القيمة المطلقة سبحان أسية x ناقص واحد. أعيد لما نشتق الدالة اللوغاريتمية هو مشتق ما بداخل اللان، ها هو أمامكم، على الذي بداخل اللان، القيمة المطلقة تذهب مباشرة. بعدها نأتي ونقوم بماذا؟ بتوحيد المقام سبحان أسية x ناقص واحد زائد أسية x على أسية x ناقص 1 تصبح لنا تساوي لنا 2 في أسية x ناقص 1 على ماذا؟ على أسية x ناقص 1. هل وصلنا إلى الجواب؟ نعم، ها هو أمامكم، أرجو قد فهمتم الفكرة. إذا لما نجد القيمة المطلقة داخل اللان لما نقوم باشتقاق سوف تذهب تلك القيمة المطلقة، لكن تصبح لنا إشارة البسط في المقام. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال باء. قال استنتج اتجاه تغير الدالة F، إذا نكتب هنا استنتاج اتجاه ماذا؟ تغير الدالة F. ماذا نقول؟ نقول ندرس إشارة F فتحة لX على ماذا؟ على R نجمة. لاحظوا جيدا يعني على مجموعة التعريف. ركزوا هنا أبنائي، لدينا أنه F فتحة لX تساوي لنا 2 في أسية x ناقص عفوا قلت أسية x ناقص 1 على أسية x ناقص 1. هنا أبنائي نأتي إذا قلنا هكذا ركزوا جيدا،
إذا قلنا نفرض أن ماذا؟ أن F F فتحة، أو إذا كان، إذا كان نقول إذا كانت A فتحة لـ X تساوي صفر، فإن ماذا؟ فإن اثنان أسية X ناقص واحد هو الذي يساوي صفر. لماذا؟ لأن كسر يساوي صفر، البسط هو الذي يساوي صفر. ننقل هذا إلى هنا، تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا اثنان أسية X يساوي لنا واحد، وواحد بطبعه ما هو؟ هو أسية صفر. تصبح لنا اثنان، لاحظوا جيدا، أو تصبح لنا مباشرة أسية X يساوي لنا واحد على اثنان، يعني هذا ننقله إلى هنا. ندخل اللوغاريتم على كل طرف، تصبح لنا هكذا اللوغاريتم أسية X تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا لوغاريتم واحد على اثنان، لأن كلاهما موجب. هذا له الحق أن ينزل إلى هنا، وتصبح لنا وكذلك عندنا قاعدة أنه ماذا؟ أن واحد على اثنان يساوي لنا اثنان أس ناقص واحد، حتى تفهموا جيدا. فماذا يصبح؟ يصبح لنا إكس في لوغاريتم الأسية يساوي لنا اللوغاريتم اثنان قوى ناقص واحد، فهذا له الحق أن ينزل إلى هنا، ومعروف أن اللوغاريتم الأسية كم يا أبنائي؟ إنه واحد. إذا فماذا يصبح؟ يصبح لنا إكس يساوي لنا كم؟ يساوي لنا ناقص لوغاريتم اثنان. إذا أين تنعدم هذه المشتقة؟ تنعدم عند ناقص لوغاريتم اثنان، لكن نحن نريد أن ندرس الإشارة. إذا عندنا كذلك المقام، إذا أتينا إليه اللي هو أسية إكس ناقص، ونقول وأسية إكس ناقص واحد لا يساوي الصفر. ننقل هذا إلى هنا، فهنا أسية إكس لا يساوي ماذا؟ واحد، أي أسية إكس لا يساوي أسية ماذا؟ أسية صفر، معناه إكس لا يساوي الصفر. بعدها نأتي الآن، إذا المقام ينعدم عند صفر، والبسط ينعدم عند ناقص لوغاريتم اثنان. نأتي الآن إلى وضع جدول إشارة، منه سوف نعطي إشارة المشتقة وبطريقة جد سليمة. إذا ها هي أمامكم، لاحظوا هكذا أبنائي، وإذا البسط المقام وعندنا إشارة الجداء، لاحظوا معي حتى تتعلموا. إذا هكذا وهكذا. إذا ننطلق، إذا عندنا إكس قلنا من ناقص ما لا نهاية إلى غاية زائد ما لا نهاية. عندنا البسط، ما هو البسط؟ اللي هو اثنان أسية إكس ناقص واحد. أين ينعدم؟ ينعدم عند ناقص لوغاريتم اثنان. إذا هنا نضع هكذا، ثم نأتي إلى هنا كذلك ونضع هكذا. كيف نستخرج إشارة هذا الأمور؟ إشارة هذا الذي قبل الأسية في الذي هنا في الأس، الزائد في الناقص، الزائد في الزائد، هذا زائد وهذا زائد. الزائد في زائد ماذا يعطينا؟ يعطينا زائد. إذا نقول هنا نفس وهنا عكس. لو كان مكتوب هنا ناقص لأصبحت لنا زائد في ناقص، كم؟ ناقص. إذا نضع هنا ناقص وهنا زائد، يعني الإشارة المحصل عليها هي التي نقول عليها نفس. لكن هذا متى نقوله؟ نقول إذا كانت هذه العبارة تنعدم فقط. ثم نأتي الآن إلى الثانية اللي هو المقام، اللي هو أسية X ناقص واحد. أين ينعدم؟ ينعدم عند الصفر، فيأتي إلى هنا، ثم لما ينزل إلى هذا المكان يصبح لنا قيمة ممنوعة. ركزوا. إذا لكن هنا جاء ينزل فوجد الزائد لا دخل له فيه. كذلك عندنا هنا زائد وهنا زائد. الزائد في زائد ماذا يعطينا؟ يعطينا زائد. إذا هنا نفس وهنا عكس. ثم أصبح لنا هنا F فتحة لX. أرجو قد فهمتم هذه الإشارات. الآن تصبح لنا قضية حرب إشارات. الزائد في الزائد، الناقص في الناقص يعطي لنا زائد، والزائد في الناقص ناقص، والزائد في الزائد يعطي لنا زائد. نقول هكذا الآن الدالة F كيف هي؟ متزايدة تماما على المجالين. من هم المجالين؟ اللذان هما من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص لوغاريتم اثنان، والمجال الآخر اللي هو من الصفر إلى زائد ما لا نهاية. عفوا، الصفر أتركه مفتوح، لماذا؟ لأن الدالة غير معرفة عنده، أما هنا فنتركه مغلق، فلا داعي لأن الدالة تقبل الاشتقاق. لاحظوا، ثم عندنا نقول ومتناقصة تماما على المجال، كذلك المجال اللي هو من ناقص لوغاريتم اثنان إلى الصفر هكذا، يعني عند ناقص لوغاريتم اثنان ولو تركتموه مغلق فلا حرج في ذلك، أما هنا فالدالة غير قابلة للاشتقاق وغير معرفة. بعدما أنهينا مع هذا السؤال قال وشكل جدول تغيراتها، إذا نكتب هنا جدول تغيرات الدالة F. إذا عندنا أولا إكس من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية،
إذا قلت إلى غاية الزائد ما لا عفوا الزائد ما لا نهاية، وعندنا إف فتحة لـ X. أولا عند ماذا تنعدم المشتقة؟ قلنا تنعدم عند ناقص لوغاريتم 2، لاحظوا إذا قلت ناقص لوغاريتم 2 أكتبها بخط أوضح لوغاريتم 2 وعند الصفر، لكن الصفر هو قيمة تعدم وقيمة ممنوعة، لاحظوا أما هنا فقيمة تعدم فقط، إذا هنا عندنا زائد ناقص ثم زائد، ثم نأتي الآن إلى هنا إف لمن؟ لإكس. إذا زائد معناه نصعد هكذا ها هي، ثم ناقص ننزل ثم زائد نصعد. سوف نقوم الآن بعملية الملأ، وجدنا هنا ناقص ما لا نهاية، ووجدنا هنا ناقص ما لا نهاية، ووجدنا هنا ناقص ما لا نهاية، ووجدنا هنا زائد ما لا نهاية، وهنا نقوم بحساب ماذا؟ إف لناقص ناقص لوغاريتم 2 ونقوم بحسابها. إف لناقص لوغاريتم 2 تصبح لنا تساوي ناقص لوغاريتم 2 زائد لوغاريتم القيمة المطلقة، لاحظوا جيدا حتى أعلم، إذا قلت لوغاريتم القيمة المطلقة لأسية ناقص لوغاريتم 2 ناقص 1 هكذا، تصبح لنا تساوي ناقص لوغاريتم 2 زائد لوغاريتم القيمة المطلقة ماذا؟ أسية هذا له الحق أن يصعد إلى هنا، تصبح لنا لوغاريتم 2 قوة ناقص 1 ناقص 1 هكذا، تصبح لنا تساوي ناقص لوغاريتم 2 زائد لوغاريتم ماذا؟ لوغاريتم أسية لوغاريتم ماذا؟ 1 على 2، لماذا أبنائي؟ لأن عندنا لوغاريتم أسي 2 قوة ناقص 1 يعني مقلوب وهو 1 على 2 حتى نفهم جيدا، هذه إذا 2 قوة ناقص 1 هو 1 على 2 حتى نفهم جيدا، ثم عندنا ناقص 1 هنا على السطر، عندنا خاصية ماذا تقول؟ كذلك أسية لوغاريتم أ تساوي ماذا؟ تساوي أ مع أ قيمة موجبة من هذه لا جدال فيها، تصبح لنا تساوي ناقص لوغاريتم 2 زائد لوغاريتم القيمة المطلقة لمن؟ لواحد على 2، يعني هذا مع هذا سوف يذهب بهذه الخاصية، يبقى إلا العدد، ثم ناقص 1، أكيد نوحد هنا المقام، نضرب هنا في 2 ونقسم على ماذا؟ على 2، لاحظتم يعني أمر جد بسيط لكنه فيه نوع من التعقيد فقط، أصبح لنا ناقص لوغاريتم 2 زائد لوغاريتم هكذا، لما نوحد أصبح لنا ناقص 1 على 2. تصبح لنا تساوي ناقص لوغاريتم 2 زائد لوغاريتم القيمة المطلقة، بما أن القيمة المطلقة لي ناقص نصف ما هي؟ هي نصف، لكن هذا كذلك تصبح لنا تساوي ناقص لوغاريتم 2 زائد ثم لوغاريتم 2 قوة ناقص 1، وهذا ينزل إلى هنا تصبح لنا ناقص لوغاريتم 2 ناقص لوغاريتم 2، لاحظتم وتساوي ناقص 2 في لوغاريتم 2، إذا هذه القيمة تساوي ناقص 2 في لوغاريتم 2، لاحظتم يعني تأخذ لنا جهد لحساب، لا تستهزئوا بأمور الحسابية فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى السؤال 2 ألف، قال أثبت أن سي إف يقبل دالتا مستقيم مقارب مائل بجوار ناقص ما لا نهاية، يطلب كتابة معادلة ديكارتية له، إذا نكتب هنا البرهان أن ماذا؟ إذا برهان أن سي إف يقبل مستقيم مقارب مائل دالتا بجوار ناقص ما لا نهاية، قلت بجوار ماذا؟ ناقص ما لا نهاية عفوا، إذا بجوار ناقص ما لا نهاية، إذا هنا عندنا ماذا؟ عندنا يجب أن تكون ليميت إف لإكس ناقص إيغراك لما الإكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية يجب أن تساوي لنا الصفر، نقول يجب أن نجد أنه ليميت إف لإكس ناقص إيغراك لما إكس يؤول إلى ناقص ما يجدها تساوي الصفر، تصبح لنا هكذا ليميت عندنا إكس زائد لوغاريتم القيمة المطلقة لأسية إكس ناقص واحد لما الإكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، هذه اسمعوا جيدا هذه تعطي لكم كم؟ صفر، تصبح لنا لوغاريتم ناقص واحد بالقيمة المطلقة هي لوغاريتم واحد معناها تصبح لنا صفر، ركزوا جيدا هذه كليا تعطيكم صفر،
الآن تصبح هذه كم؟ ما هو العدد الذي إذا أضفناه من هنا يذهب مع هذا؟ أكيد هو ناقص إكس. حتى تفهموا جيدا، أكيد فيذهب هذا مع هذا مباشرة، الذي تصبح لنا هكذا تساوي الصفر. حيث لاحظوا جيدا، حيث إذا أتينا إلى هذه بالمطابقة، بالمطابقة حتى ها هو الإجلاك. لاحظتم؟ إذا نقول حيث إيجلاك يساوي لنا إكس. إذا لاحظتم؟ إذا أولا أتينا إلى عبارة الدالة، هذا الجزء ذهب إلى الصفر. إذا فبقي لنا الإكس، ما هو العكس له؟ هو ناقص إكس. فتصبح لنا مباشرة إيجلاك يساوي لنا إكس، هو معادلة هي نقول حيث هي حيث إيجلاك يساوي إكس، هي معادلة المستقيم ماذا؟ دالتا فقط. أرجو قد فهمتم. يعني عندنا هذه f لx، هذا الجزء ذهب إلى الصفر، يبقى لنا هذا، من هو الذي يعدمه؟ هو المعاكس له، المعاكس له هو y يساوي لنا x، فتذهب هذا مع هذا، تبقى لنا نهاية هذا الجزء يذهب إلى صفر، مما نقر على أنه y يساوي لنا x هي معادلة المستقيم دالتا بجوار ماذا؟ بجوار ناقص ما لا نهاية فقط. أرجو قد فهمتم الفكرة. بعدما أنهينا مع هذا السؤال هو المستقيم المقارب بجوار ناقص ما لا نهاية، جاء باقي البين أنه من أجل كل إكس من المجال، لكن نصف المجال من الصفر إلى الزائد من يكون f لـ x يساوينا 2 إكس زائد لوغاريتم 1 ناقص 1 على أسية إكس. إذا نكتب هنا البرهان أن من أجل ماذا؟ من أجل إكس ينتمي من ماذا؟ من الصفر إلى زائد ما لا نهاية، أن f لإكس سوف تأخذ هذه العبارة اللي هي 2 إكس زائد اللوغاريتم 1 ناقص 1 على أسية إكس. لاحظوا وانتبهوا، نحن ماذا نقول؟ نقول لدينا أن f لإكس تساوي لنا إكس زائد لوغاريتم القيمة المطلقة، إذا عفوا لوغاريتم القيمة المطلقة لإكس ناقص 1. لكن ركزوا، لكن من أجل من نقول لكن من أجل إكس ينتمي من المجال من الصفر إلى زائد ما لا نهاية، يكون لدينا ماذا؟ يكون لدينا أن القيمة المطلقة لأسية إكس ناقص 1 تكون تساوي لنا ماذا؟ أسية إكس ناقص 1، لأن القيمة المطلقة في الأصل تساوي لنا قيمتين، تساوي لنا أسية إكس ناقص 1 إذا كان الإكس أكبر من ماذا؟ من الصفر إلى زائد من، وتساوي لنا ناقص أسية ناقص إكس زائد 1 إذا كان إكس من ناقص من النهاية إلى الصفر. إذا هذه حتى تفهموا الفكرة جيدا، أشرح كذلك. إذا قلنا مثلا إكس ناقص 1، هذه تساوي لنا إكس ناقص 1 إذا كانت إكس ناقص 1 هذه قيمة كيف هي؟ موجبة. وتساوي ناقص إكس زائد 1 إذا كانت هذه القيمة سالبة. حتى نفهم الفكرة جيدا، هذا الكلام كذلك ينطبق على هذا القاعدة. إذا هذه تنزع القيمة المطلقة تساوي لنا هذه، لكن في هذا المجال نقول ومنه تصبح لنا هكذا، ركزوا معي، ومنه نجد أن ماذا؟ أن F لإكس تصبح تساوي لنا ماذا؟ 2 إكس، عفوا ليس 2 إكس، إنما تصبح لنا تساوي لنا إكس زائد ماذا؟ زائد لوغاريتم أسية إكس ناقص 1. لماذا أبنائي؟ لأن في هذا المجال من الصفر إلى الزائد ما قلت القيمة المطلقة تنزع. بعدها ماذا يمكن نأتي؟ نقول من أجل إكس ينتمي إلى المجال من الصفر إلى زائد ما لا نهاية، لدينا ماذا؟ لدينا أن إكس زائد ماذا؟ زائد لوغاريتم أسية هكذا، ليس بالقيمة المطلقة، أسية إكس ناقص 1 تصبح لنا تساوي، إذا قلت تساوي لنا ماذا؟ إكس زائد لوغاريتم، نستخرج الآن بالداخل أسية عامل مشترك، إحنا هنا أسية إكس، ثم بالداخل ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا 1 زائد ناقص 1 على أسية إكس هكذا، لم أفعل شيء، لاحظوا إلى خط ها هو هكذا، استخرجت أسية بالداخل فقط، فتصبح لنا تساوي إكس. عندنا قاعدة تقول اللوغاريتم أ
في ب حيث الا والبي موجبان تساوي لنا لوغاريتم ا زائد لوغاريتم بي مع ا موجب وبي كذلك موجب. دققوا هل نصل الى الجواب ام لا. اصبح لنا تساوي لنا اكس زائد لوغاريتم سي اكس يعني ها هو ا وهذا كليا يعتبر بي. اصبح لنا زائد لوغاريتم واحد ناقص واحد على سي اكس، لكن هذا له الحق ان ينزل الى هنا تصبح لنا اكس زائد اكس في لوغاريتم الأسية زائد لوغاريتم واحد ناقص واحد على أسية اكس وتساوي، لكن هذا معروف انه كم؟ انه واحد. تصبح لنا اكس زائد اكس اللي هي 2 اكس زائد لوغاريتم ماذا؟ واحد ناقص واحد على أسية عفوا على قلت هكذا ويساوي لنا ماذا؟ ويساوي لنا اف لاكس التي طلبت منا ها هي امامكم. ها هي امامكم. كيف فعلت ابنائي؟ اولا لدينا العباره هذه. هذه عباره من اجل ماذا؟ هذه من اجل اكس ينتمي الى ار نجمه. لكن من اجل اكس من الصفر الى الزائد من القيمه المطلقه هذه تنزع وتصبح هذه. فتصبح لنا العباره الداله ماذا؟ فعباره الداله تصبح لنا هذه. فاجريت عليها بعض التغييرات فوجدت هذه القيمه وانتهت القصه فقط ابنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال أكيد سوف يأتي سؤال استنتاجي. قال استنتج أن سي اف يقبل دالتا فتحة مستقيم مقارب مائل بجوار زائد ما لا نهاية. كذلك إذا نكتب هنا استنتاج أن سي اف يقبل ماذا؟ مستقيم مقارب مائل دالتا فتحة بجوار ماذا؟ زائد ما لا نهاية. لاحظوا لدينا أن اف لإكس تساوي لنا 2 اكس زائد اللوغاريتم ماذا؟ واحد ناقص واحد على أسية اكس. فتصبح لنا هكذا ليميت مثل ما فعلنا في الاول اف لاكس ناقص ايكغاك لما الاكس يؤول الى زائد ما لا نهايه. تصبح لنا تساوي لنا ماذا؟ ما هي القيمه؟ لاحظوا لا تنسوا ابنائي ان نهايه هذا الجزء كم تذهب؟ تذهب الى الصفر. إذا من هو العكس الذي يعدم لنا هذا هو ناقص 2 اكس، معناها تصبح لنا هكذا ليميت 2 اكس زائد لوغاريتم ماذا؟ واحد ناقص واحد على أسية اكس ناقص ماذا؟ ناقص 2 اكس هكذا لما اكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. نقول حيث لاحظوا حيث أنه ليميت لوغاريتم واحد ناقص واحد على أسية إكس لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية هذه كم تعطي لنا؟ هذه تعطي لنا صفر لأن أصبح لنا واحد على ما لا نهاية صفر. ركزوا سوف أوضح. إذا هذه قلت هذه سوف تذهب إلى الصفر فأصبح لنا لوغاريتم واحد كم؟ إنه صفر. وهذا قد ذهب أصبح لنا صفر. نقول لأن إذا هذا ذهب إلى صفر هذا الجزء ذهب إلى الصفر وهذا ذهب مع هذا فأصبحت لنا. نقول ومنه نستنتج أن سي اف يقبل مستقيم مقارب مائل دالتا فتحة بجوار زائد ما لا نهاية معادلته هي إي يساوي لنا 2 إكس فقط. دائما في الحقيقة قاعدة تقول إذا كانت مكتوبة الدالة على شكل دالة تآلفية زائد دالة أش حيث هذه الأش عند الزائد ما يؤول تؤول إلى تذهب إلى الصفر فاعلموا أن ها هو المستقيم مقارب. أما إذا جاءنا في أحد البكالوريات 2 إكس مربع فلا تقول مستقيم مقارب قولوا منحنى مقارب. إذا جاءت هنا مكتوبة 2 إكس مربع أو لوغاريتم إكس أو مثلا أسية إكس وهذا الجزء ذهب إلى صفر فهذا يصبح لنا منحنى مقارب. أنا يوجد لنا المستقيم المقارب والمنحنى المقارب. المنحنى المقارب يكون مثلا واحد على إكس لوغاريتم إكس جذر إكس أسية إكس لوغاريتم إكس إكس مربع. هذا الجزء ذهب ويقول لك فسر النتيجة هندسيا قل له منحنى مقارب. أما هنا عندنا فهو مستقيم مقارب لأن هذا عبارة مستقيم مقارب. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى د. قال حدد نقط تقاطع المنحنى سي اف والمستقيم ذو المعادله اي يساوي لنا اكس اللي هو الدالتا. اذا نكتب هنا تحديد نقط
تقاطع سي اف والمستقيم ذو المعادلة y يساوي x الذي هو ماذا؟ الذي هو دلتا، يعني بصفة خاصة. نقول هكذا نحل المعادلة f لx يساوي كم؟ يساوي x أو يساوي y. دائما لما يقول أوجد نقاط تقاطع منحني مع مستقيم قلنا حل المعادلة f لx يساوي y، أو إذا قال حدد نقاط تقاطع المنحنيين سي اف وسي جي اكتبوا f لx يساوي g لx. إذا تصبح لنا هكذا f لx اللي هي كم؟ اللي هي x زائد لوغاريتم القيمة المطلقة لأسية x ناقص 1 يساوي x. أولا عندنا هذا مع هذا قد ذهب مباشرة، فأصبح لنا ماذا؟ أصبح لنا لوغاريتم قيمة مطلقة لx ناقص 1 يساوي كم؟ يساوي الصفر. والصفر أنه معروف أنه ما هو العدد الذي هو؟ اللي هو لوغاريتم 1. الصفر هو لوغاريتم 1. تذهب من هنا اللوغاريتم ومن هنا اللوغاريتم بخاصية ندخل الأسية على كل طرف، أصبح لنا أسية لوغاريتم القيمة المطلقة لأسية x ناقص 1 تساوي لنا أسية لوغاريتم ماذا؟ لوغاريتم 1. تذهب من هنا ومن هنا أصبح لنا القيمة المطلقة لأسية x ناقص 1 يساوي لنا كم؟ يساوي لنا 1. تقول القاعدة لما نجد القيمة المطلقة تساوي لنا شيء موجب، إذا نزعت القيمة المطلقة تساوي لنا ذلك العدد أو عكس ذلك العدد، يعني أصبح لنا هكذا. أصبح لنا أسية x ناقص 1 يساوي 1 أو ماذا؟ أو أسية x ناقص 1 يساوي لنا ناقص 1. دائما لأن درستم القيمة المطلقة لx يساوي لنا a، فإن x يساوي لنا a أو ماذا؟ أو x يساوي لنا ناقص a. إذا هنا مباشرة سوف يذهب هذا إلى هنا ويذهب هذا إلى هنا. أصبح لنا أسية x يساوي لنا 2 أو ماذا؟ أو أسية x يساوي لنا 0. هذا مستحيل. لماذا؟ لأن الأسية دائما شيء موجب. نكتب هنا لأن قلت الأسية شيء موجب مستحيل أن تساوي لنا الصفر. نأتي نكمل مع هذا الطريق اللي هو ندخل لوغاريتم على كل طرف. أصبح لنا لوغاريتم أسية x تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا لوغاريتم 2. ينزل هذا إلى هنا، أصبح لنا x في لوغاريتم الأسية يساوي لنا لوغاريتم 2. لكن هذا معروف أنه 1، أصبح لنا x يساوي لنا كم؟ يساوي لنا لوغاريتم 2. إذا ما هي هذه النقطة؟ النقطة هي لوغاريتم 2. نقول هكذا سي اف تقاطع دالتا تساوي لنا النقطة ما هي؟ هي لوغاريتم 2 ترتيبتها هي لوغاريتم 2. لماذا؟ لأن أي نقطة نعوض في ماذا؟ نعوض في المستقيم أو في الدالة. نحن عندنا المستقيم هو y يساوي x، وهذا من هو؟ هو المنصف الأول. معناه إذا عوضنا هنا بلوغاريتم 2 أصبح لنا y كم؟ هو لوغاريتم 2. أرجو قد فهمتم، لأنها نقطة مشتركة بين المنحني وهذا المستقيم، يعني نعوض في الدالة أو نعوض في المستقيم كلاهما صحيح. نعوض في المستقيم فنجد أنه مباشرة أنه هذه إذا عوضناها هنا تصبح لكم مباشرة هي النقطة لوغاريتم 2 ذات الفاصلة لوغاريتم 2 والترتيبة لوغاريتم 2 فقط. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال ها. قال عين معادلة لمماس تي للمنحني سي اف في النقطة ذات الفاصلة لوغاريتم 2. الآن نكتب هنا معادلة المماس تي حيث عندنا x صفر يساوي لنا لوغاريتم 2. نحن نعلم أن قانون معادلة المماس يقول y يساوي لنا f فتحة لمن؟ للوغاريتم 2 في x ناقص لوغاريتم 2 زائد f للوغاريتم 2. مرة نعوض في المشتقة ومرة في الدالة. أصبح لنا f فتحة للوغاريتم 2 يساوي لنا 2 في أسية لوغاريتم 2 ناقص 1 على أسية لوغاريتم 2 ناقص 1 هكذا. تصبح لنا تساوي 2 في ماذا؟ إذا هذه إذا التقت الأسية واللوغاريتمية سوف يذهبان بعضهم البعض. تصبح لنا 2 في 2 ناقص 1 على 2 ناقص 1، لأن أسية لوغاريتم 2 هي ماذا؟ هي 2. فتصبح لنا 4 ناقص 1 على 1 وتساوي لنا كم؟ 3. هذه فيما يخص المشتقة. نأتي الآن إلى الدالة اللي هي f للوغاريتم 2.
تصبح لنا تساوي لنا لوغاريتم 2 زائد لوغاريتم القيمة المطلقة لأسية لوغاريتم 2 ناقص 1 هكذا. تصبح لنا اللوغاريتم 2 زائد اللوغاريتم ماذا؟ هذه قلنا إذا التقت هذه مع هذه أصبح لنا مباشرة 2 ناقص 1، وتساوي لنا لوغاريتم 2 ناقص ماذا؟ ناقص لوغاريتم 1. هذه تذهب إلى الصفر، تصبح لنا تساوي لنا ماذا؟ لوغاريتم 2. بعدها تصبح لنا إيكغيك يساوي ماذا؟ 3 في إكس ناقص لوغاريتم 2 زائد ماذا؟ زائد لوغاريتم 2. تصبح لنا تساوي لنا 3 إكس ناقص 3 لوغاريتم 2 ثم زائد لوغاريتم ماذا؟ لوغاريتم 2. تصبح لنا إيكغيك يساوي كم؟ يساوي لنا 3 إكس ثم ناقص لوغاريتم 2 زائد ناقص 3 لوغاريتم 2 زائد لوغاريتم 2، تصبح لنا ناقص 2 في لوغاريتم 2. هذه هي معادلة المماس تي يا أبنائي عند ماذا؟ عند إكس صفر عفوا، إذا قلت هذه حتى نوضح، عند إكس صفر يساوي لنا لوغاريتم 2 فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى ثالثا ألف. قال برهن أن المعادلة f لـ x تساوي صفر تقبل حلا وحيدا ألفا، يحقق أنه ألفا محصور بين 0.4 و 0.5. نكتب هنا البرهان أن المعادلة f لـ x تساوي صفر تقبل حلا وحيدا كيف هو؟ ألفا، حيث الألفا أعطي لنا محصور ما بين 0.4 و 0.5، أكيد هنا مبرهنة القيم المتوسطة. إذا عندنا هنا ألفا إذا نزل إلى هذا المكان أصبحت f لـ x تساوي صفر، عندنا هنا 0.4 هكذا، وعندنا هنا 0.5، صورته أكيد هنا تكون موجبة وهنا تكون سالبة. كيف عرفت؟ ها هو الصفر. أولا نقول الدالة من هنا إلى هنا كيف هي؟ نقول بما أن الدالة f كيف هي؟ أولا مستمرة، وإذا مستمرة ومتزايدة تماما على المجال، على المجال المعطى اللي هو من ماذا؟ من 0.4 إلى 0.5، هذا الأمر الأول. وعندنا وإف لـ 0.4 لما نحسب في الدالة سوف نجده قيمة سالبة ناقص 0.3، وماذا؟ وإف لـ 0.5 يعني نعوض هنا في الدالة في هذا المكان سوف نجد 0.06. إذا نقول صفر ينتمي إلى صور المجال، يعني ينتمي من ناقص 0.3 إلى 0.6. نقول حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن ماذا؟ المعادلة f لx تساوي الصفر تقبل حلا وحيدا ألفا، حيث ألفا محصور بين 0.4 و 0.5. أي ماذا؟ أي حتى نفهم جيدا، أي التفسير الهندسي، عفوا نكتبه بخط أوضح، أي هندسيا أو نقول أي هندسيا سي إف يقطع إكس إكس فتحة يعني محور فاصل في النقطة ذات الفاصلة كم؟ ألفا. حتى نفهم جيدا، إذا التفسير الهندسي لحلول معادلة f لـ x تساوي لنا الصفر هي سي f يقطع محور فاصل في النقطة ذات الفاصلة من؟ ألفا فقط أبنائي. بعدها نأتي إلى سؤال آخر، قال ثم استنتج إشارة f لـ x. إذا نكتب هنا استنتاج إشارة f لx. إذا نلخص ذلك في جدول بسيط أبنائي، نعطي إشارة وبطريقة جد بسيطة. لاحظوا إذا هكذا وهكذا، ونستنتجها من جدول التغيرات، لكن ركزوا معي فقط. إذا هنا وأولا هنا، إذا عندنا مجموعة التعريف لا ننساها أنها غير معرفة عند الصفر، إذا هنا هكذا. وانتبهوا معي، إذا عندنا أولا إكس من ناقص ما لا نهاية
إلى الصفر ومن الصفر إلى زائد ما لا نهاية عندنا اف لإكس. انظروا أبنائي، عندنا قلنا الألفا هذه إذا نزلت إلى هذا المكان أصبحت اف لإكس كم تساوي؟ تساوي لنا صفر، يعني الألفا هو الذي يعدم لنا اف لإكس. الآن انظروا إلى هذه القيم، انظروا إليها كليا، أليس هي سالبة؟ كل حدكم يا أستاذ لكنها هي تصعد. لا يا أبنائي، الإشارة القيم هذه مهما كان سالبة، وهذه مهما كان سالبة، وهذه مهما كان سالبة. لماذا؟ لأن تخيل أحسب هذه القيمة ناقص 2 في لوغاريتم كم؟ 2. هذه لا تحسبها بالآلة الحاسبة تجدها قيمة سالبة. إذا هذه سالبة، فالكل من هنا سالب، فنضع هنا إشارة ناقص فقط. ثم ها هو عندنا الصفر، ما أسفل الصفر كيف يكون؟ يكون سالب. وما فوق الصفر كيف يكون؟ يكون موجب. وانتهت القصة، ها هو الجدول. إذا هذه الأماكن، هذه الأماكن يكون المنحنى أسفل محور الفواصل، وهنا يقطع محور الفواصل، وهنا فوق محور الفواصل فقط. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال آخر. قال برهن أن العدد ألفا يحقق أسية 2 ألفا ناقص أسية ألفا ناقص 1 يساوي صفر. إذا نكتب هنا البرهان أن العدد ماذا؟ ألفا يحقق ماذا؟ أسية 2 ألفا ناقص، إذا أسية 2 ألفا ناقص أسية ألفا ناقص 1 يساوي الصفر. ركزوا جيدا أبنائي، أولا ماذا نملك؟ نقول لدينا أن إف لي ألفا يساوي الصفر. من أين أتينا بهذا الكلام؟ ها هو إف لي ألفا يساوي الصفر، يعني لما يأتي الألفا هذا إلى البطن تصبح كم؟ تساوي الصفر. هذا الأمر الأول، أي أنه ماذا؟ أي أنه ألفا زائد لوغاريتم القيمة المطلقة لأسية ألفا ناقص 1 تساوي الصفر. هذا الأمر الأول، ركزوا معي. نأتي الآن وننقل هذا إلى هنا، تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا لوغاريتم هكذا، لوغاريتم القيمة المطلقة لأسية ألفا ناقص 1 يساوي لنا كم؟ ناقص ألفا. وعندنا الأمر الآخر الذي عليكم أن تفهموه يا أبنائي، أن القيمة المطلقة لأسية ألفا ناقص 1 تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا أسية ألفا ناقص 1. لماذا أبنائي؟ لأن أسية ألفا ناقص 1 هذه قيمة موجبة. نحن نعلم أن مثلا، تخيلوا أعطيكم مثال، القيمة المطلقة لإثنان ما هي؟ هي 2. إذا بما أن هذه القيمة لو نقوم بحسابها بالآلة الحاسبة ونعطي قيمة ألفا، وهنا مهما كانت تصبح لنا قيمة موجبة، أو بصيغة أخرى أو كذلك نعطي لكم شيئا آخر، عندنا ألفا محصور ما بين 0.4 و 0.5. إذا أدخلت الأسية على كل طرف تصبح لنا أسية ألفا محصورة بين أسية 0.5 و أسية 0.4. إذا أنقصت من هنا ناقص 1 هكذا، ومن هنا ناقص 1 هكذا، ومن هنا ناقص 1 هكذا، فمهما كان يا أبنائي يصبح لنا أسية ألفا ناقص 1 أقل من أسية 0.5 ناقص 1، ومن هنا هذه أسية 0.4 ناقص 1، وهذه بطبعها قيمة موجبة. إذا فإن القيمة المطلقة، إذا اسمعوا جيدا، هذه القيمة مهما كانت التي داخل القيمة المطلقة قيمة موجبة، بما أنها قيمة موجبة فتنزع القيمة المطلقة وتبقى العبارة كما هي هي، حتى تفهموا الفكرة. معناه إذا تصبح لنا، إذا أتيناها كنقول أي ماذا؟ أي تصبح لنا القيمة المطلقة أي تصبح لنا هكذا، أي اللوغاريتم أسية ألفا ناقص 1 تساوي لنا ناقص ألفا. لماذا أبنائي؟ لأن قلت القيمة المطلقة تنزع في هذه الحالة، لأن هذه القيمة التي داخل القيمة المطلقة هي قيمة موجبة، هي أمامكم أكبر تم من الصفر. فالقيمة إذا كانت قيمة موجبة تماما تنزع لها القيمة المطلقة ولا يحدث لها شيء. بعدها ندخل الأسية على كل طرف بين أسية لوغاريتم أسية ألفا ناقص 1 تساوي لنا أسية ناقص ألفا. إذا التقت الأسية مع اللوغاريتم قلنا يذهبان، تصبح لنا أسية ألفا ناقص 1 تساوي لنا أسية ناقص ألفا. نضرب كلا هذه المعادلة في ماذا؟ في أسية ألفا. لما نضرب كل هذه كلاهما في هذا تصبح لنا أسية ألفا، عفوا، تصبح لنا أسية ألفا في أسية ألفا ناقص
أسية ألفا تساوي لنا أسية ألفا في أسية ناقص ألفا. ضربت قلت نضرب هكذا، نضرب في أسية ناقص أسية ألفا في كل من المعادلة. فأسية ألفا في أسية ألفا هي أسية 2 ألفا ناقص أسية ألفا تساوي لنا أسية ماذا؟ أسية صفر. أسية صفر معروفة هي واحد، تصبح لنا أسية 2 ألفا ناقص أسية ألفا تساوي لنا كم؟ أسية صفر هي واحد. ننقل هذا إلى هنا، تصبح لنا أسية ألفا ناقص عفوا أسية 2 ألفا ناقص أسية ألفا ناقص واحد يساوي صفر. نقول ومنه ها هو الجواب. يعني هنا حتى نفهم جيدا، الإشكال هو يجب عليكم أن تفهموا أن القيمة المطلقة هذه بما أن ما بداخلها ليس أسية إكس، إنما أسية ألفا، والألفا نحن نعلم قيمتها أن محصورة بين 0.4 و 0.5. إذا فإن هذه القيمة المطلقة تنزع ولا يحدث شيء، لأن ما بداخل القيمة المطلقة كان في أصله موجب، وها هو البرهان عندكم أنه قيمة كيف هي موجبة، يعني هذه قيمة موجبة، والشيء إذا كان موجب لا داعي حتى أن نضعه داخل القيمة المطلقة، لهذا نزعت القيمة المطلقة مباشرة. إذا وبعدها أكملت وقمت بالضرب، أو هنا يمكنكم أن تجعلوا لكم المقلوب وتنقلوا من هنا وتضربون وتوحدون المقام، سوف تصلون إلى نفس النتيجة فقط. بعدما أنهينا مع هذا السؤال أبنائنا الآن إلى قال ثم أرسم كلا من دالتا، دالتا فتحة وسياف. إذا لاحظوا جيدا أبنائي، أولا عندنا المستقيم الأول اللي هو المستقيم مقارب العمود الذي هو إكس يساوي صفر، لا يجب أن لا ننساه. إذا معادلته هي إكس يساوي قلنا كم؟ يساوي لنا الصفر. وعندنا كذلك المستقيم دالتا الذي هو بجوار، حتى لا ننسى بجوار، ناقص من هنا معادلته هي إكراك يساوي لنا إكس اللي هو المنصف الأول. إذا المنصف الأول سهل الإنشاء عفوا، إذا ها هو المنصف الأول، انظروا جيدا لاحظوا. إذا سوف نقوم برسمه، ها هو المنصف الأول قلنا بجوار ماذا؟ بجوار الناقص ما لا نهاية، ونكتب ماذا؟ نكتب دالتا، ونكتب حتى معادلة لأن سوف نحتاجها اللي هي إي غريك يساوي لنا كم؟ يساوي لنا إكس. نأتي كذلك أبنائي إلى المستقيم الثاني الذي قلنا كذلك اللي هو دالتا فتحة اللي هو بجوار زائد ما لا نهاية، قلت زائد ما لا نهاية ومعادلته هي إيكغريك يساوي لنا 2 إكس. فهنا يمكن أن نستعمل الجدول المساعد هكذا إكس إيكغريك، إذا عوضنا بالصفر فإن الصفر، إذا عوضنا بواحد نجد 2، فتصبح لنا النقطة ما هي؟ إذا صفر مع صفر اللي هي المبدأ، وواحد مع 2 سوف تكون لنا في هذا الموضع. ثم نقوم برسم كذلك المستقيم هذا يا أبناء، إذا ها هو أمامكم كذلك يشمل ماذا؟ يشمل لنا المبدأ، لكن إنه بجوار الزائد ما لا نهاية، ها هو أمامكم هكذا حتى تفهموا الفكرة جيدا، ونكتب له معادلته لأن سوف نحتاجها. إذا هذا دالتا عفوا، إذا قلت هذا دالتا فتحة معادلته إيكغريك يساوي لنا كم؟ 2 إكس. لماذا أكتبهم؟ لماذا؟ لأن نحتاجهم في المناقشة البيانية. إذا تذكروا أن هذه هي معادلة هذا المستقيمات، لاحظوا جيدا. الآن عندنا كذلك قيمة الألفا، ها هي هي قلنا فاصلة نقطة تقاطع المنحني مع محور الفواصل محصورة بين 0.4 و 0.5، معناها تصبح لنا هنا الألفا. عندنا كذلك قيمة حدية، انظروا ها هي قيمة حدية، قيمتها ها هي. إذا هذه القيمة الحدية أبنائي ناقص لوغاريتم 2 اللي هو 0.69 في هذا الموضع. إذا نكتب هنا ناقص لوغاريتم 2، لاحظوا إذا ناقص لوغاريتم 2 مع ماذا؟ مع القيمة الأخرى التي هي ناقص 2 لوغاريتم 2 اللي هي 1.38، ناقص 1.38 تكون لنا إذا ناقص 2 لوغاريتم 2، إذا في هذا الموضع تكون لدينا هنا. بعدها نأتي الآن إلى عملية الرسم، انظروا هنا قلنا عندنا دالتا، يعني يأتي بجوار الدالتا ويصعد إلى هذه القيمة الحدية ثم ينزل نحو إكس يساوي الصفر.
إذن فهنا ها هي نضع هكذا يشبه الجبل، يعني قيمة حدية عظمى. يعني يأتينا المنحنى من هنا ويبدأ بالصعود إلى غاية تلك القيمة الحدية، ثم من هنا يعود وينزل نحو x يساوي الصفر. ها هو المنحنى صحيح الآن 100% في هذه الجهة. ثم نأتي الآن إلى الفرع الثاني. الفرع الثاني يأتينا من هنا ويذهب إلى ماذا؟ إلى دالتا فتحة، بحيث يمر. ولا ننسى أنه قلنا أنه دالتا يتقاطع مع المنحني في لوغاريتم 2. لوغاريتم 2 اللي هي بالتقريب 0.69، معناها تكون لنا في هذا الموضع. يعني إذا قلنا في هذا الموضع يتقاطعان مع الدالتا. بعدها ماذا ينتج؟ أصبح لكم من هنا، إذا من هنا هكذا لاحظوا نتخذ الوضعية التي تساعد يدي، من هنا يبدأ بالصعود يمر على هذه الألفا ويتجه نحو ماذا؟ نحو دالتا فتحة. ها هو أمامكم أبنائي، يتجه نحوه أو يقترب نحوه رويدا رويدا ولا يتقاطع معه. ها هو أمامكم أن لم يذكر لنا التقاطع، إنما التقاطع ذكره مع ماذا؟ مع دالتا. ونكتب هنا ماذا؟ نكتب سي اف نسبة إلى المنحنى الذي سمي سي اف لهذه الدالة اف فقط. إذا ومن هنا يكون كذلك يا أبنائي فقط. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال جيم. قال ام وسيط حقيقي، ناقش حسب قيم ام عدد وإشارة حلول المعادلة اف لإكس إن القيمة المطلقة لام في إكس. لاحظوا هنا أبنائي وركزوا، نقول المناقشة البيانية لحلول المعادلة اف لإكس تساوي إن القيمة المطلقة القيمة المطلقة لام في إكس. أولا نكتب تلك الجملة اللغوية، نقول الحلول البيانية للمعادلة f لx تساوي ان القيمة المطلقة لام في x. اولا ما هي؟ هي فواصل، يعني الاسقاط دائما يكون على هذا المحور، فواصل نقط تقاطع ماذا؟ cf اللي هو المنحني مع المستقيم ذو المعادلة. يا أبنائي دائما انزعوا كلمة f لx وضعوا في مكانها y، يعني يصبح هنا y عفوا يصبح هنا y يساوي ان القيمة المطلقة لام ضرب x. الآن ما طبيعة هذه المناقشة؟ المناقشات كما تعلمون عندنا ثلاث حالات فقط، أفقية مائلة دورانية. لو نلاحظ جيدا تقول قاعدة إذا كانت عندنا هكذا مكتوب a أي مستقيم تكتب معادلته ax زائد b، إذا كان هذا العدد المضروب في الإكس هو الذي يتغير اعلموا أنها دورانية. يعني بالمطابقة انظروا، أليس العدد هذا المضروب في الإكس يتغير؟ يعني ليس ثابت، يعني لو كانت مكتوبة هكذا مثلا إيكلاك يساوي لنا 2 إكس زائد القيمة المطلقة لآ، هذه تكون مائلة لأن معامل التوجيه هذا ثابت. لكن بما أن القيمة المضروبة في الإكس هنا هي التي فيها الوسيط فاعلموا أنها دورانية. إذن أول شيء كيف أعرفها؟ العدد إذا كان ذلك الوسيط أو قيم الوسيط أو قيمة الوسيط مضروبة في الإكس اعلموا أنها دورانية. الآن ما هي نقطة الدوران؟ كل مستقيم يكتب هكذا AX وهذا الجزء لا يوجد، اعلموا أنه مناقشة تدور في المبدأ. لماذا؟ لأن لا يوجد هنا عندنا زيادة. إذا كانت مكتوبة القيمة المطلقة لآن في X، يعني أو مهما كانت حتى لو كانت مضروبة F لآن في X، المهم لا يوجد هنا زيادة، اعلموا أن مناقشة دورانية في المبدأ. يعني نقول هنا بين قوسين مناقشة دورانية في المبدأ، يعني تدور تلك المسطرة سوف نأتي بها في المبدأ وتصبح تدور. يعني المستقيم الدوار ها هو أمامكم، ها هو أمامكم، يعني يكون من هنا ويصبح لنا ماذا؟ يدور هكذا في النقطة ماذا؟ في النقطة المبدأ هكذا ويدور إلى غاية هنا حتى نفهم الفكرة. لكن الشيء كذلك الذي نلاحظه يا أبنائي أن لاحظوا وانتبهوا أن القيمة المطلقة شيء موجب،
يعني من أين ينطلق هذا المستقيم؟ لا ينطلق من الدورة من هنا ويبدأ بالدورة، لا، إنما ينطلق من هذا المكان أولا. لماذا؟ لأن القيمة المطلقة شيء موجب، لاحظوا وانتبهوا. إذن أول شيء ينطلق المستقيم من هنا ويبدأ بالدوران. لماذا؟ أعيد، لأن القيمة المطلقة شيء موجب. ها هو بدأ بنائبي الدوران، انظروا كم أصبح الآن يقطع في المنحني، يقطع نقطة واحدة. كيف هي؟ لو نسقطها دائما على محور الفواصل تأتينا في الجهة الموجبة. ها هو مازال أمامكم يدور، كم يقطع؟ واحدة 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 إلى غن ينطبق على هذا. لما ينطبق على هذا كم تكون قيمته؟ لانظروا هنا بالمطابقة، بالمطابقة القيمة المطلقة لآم تكون تنطبق مع القيمة المضروبة هنا في الإكس، كم؟ إنها واحد. إذا نقول واحد، إذا كانت القيمة المطلقة لآم، انتبهوا معي، أصغر أو يساوينا واحد أو ومحصورة بين الصفر. يقول أحدكم لماذا؟ لأن انطلقنا من هنا إلى هنا، هنا معامل التوجيه في هذا المكان يكون صفر، ومعامل التوجيه في هذا المكان ها هو القيمة المضروبة في الإكس. قلت هو القيمة المضروبة في الإكس، فتصبح لنا من ماذا؟ القيمة المطلقة يعني معامل التوجيه هذا أصبح محصور بين الصفر والواحد، منه تنزع القيمة المطلقة. أي ماذا؟ القيمة المطلقة شيء موجب دائما، فإن القيمة المطلقة لآم تصبح لنا أقل أو يساوينا واحد، لأن هذا الجزء محقق مهما كان، لأن القيمة المطلقة دائما شيء موجب. تقول القاعدة إذا كانت عندنا القيمة المطلقة أصغر من عدد موجب فإن آم يصبح محصور ما بين ذلك العدد وعكس ذلك العدد. درستما في السنة الأولى، القيمة المطلقة لإكس أقل من أو يساوي أ، فإن إكس محصور بين ناقص أ وأ. نقول للمعادلة حلا واحدا كيف هو موجبا. لماذا موجبا؟ لأن كل تلك القيم سقطت جاءتنا في هذه الأماكن. الآن بعدها سوف يكمل عملية الدوران، يعني حتى لو ينطبق يبقى لنا حل واحد، وتلك الحل حتى نعرفه وجدناه أنه لوغاريتم اثنان. ثم الآن يصبح يكمل عملية الدوران، انظروا ها هو بدأ يدور أمامكم. كم يوجد لنا الآن من تقاطع؟ يوجد لنا تقاطعان، ها هو، انظروا جيدا، ها هو واحد يأتينا في الجهة السالبة، وها هو الثاني يأتينا في الجهة الموجبة، يعني الإسقاط دائما على محور الفواصل. ثم ها هو ما زال يكمل دورانه، ما زال اثنان 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 إلى أن ينطبق على ماذا؟ على هذا. لما ينطبق على هذا انظروا بالمطابقة ماذا سوف نجد؟ انظروا بالمطابقة، ها هي أمامكم، انظروا سوف نطابق تصبح لنا ها هي، انظروا القيمة المطلقة لآم يساوينا اثنان، لكن نحن لم نتحدث عن اثنان إنما من هنا إلى غاية هنا. تصبح لنا ثانيا القيمة المطلقة لآم، نتحدث مع القيمة المطلقة ثم ننزع القيمة المطلقة. القيمة المطلقة لآم تكون أصغر أكبر تماما من الواحد وأصغر تماما من الاثنان، يعني من هنا إلى غاية هنا. لاحظوا جيدا، تقول القاعدة إذا كانت عندنا القيمة المطلقة محصورة بين قيمتين أكيد موجبتين، فيصبح لنا آم محصور ما بين ناقص، ركزوا جيدا، ناقص اثنان إلى ناقص واحد، اتحاد من الواحد إلى اثنان. يا أبنائي ركزوا، إذا كانت القيمة المطلقة، اسمعوا جيدا، محصورة بين عددين موجبين، فإن آم يصبح محصور بين هذا إشارته كم؟ هذا يكون هو الأكبر، لما ننزع له الناقص يصبح لنا من ناقص اثنان إلى ناقص واحد، اتحاد من الواحد إلى الاثنان، يعني الصغير ثم الكبير ثم الصغير والكبير. نقول للمعادلة ماذا؟ حلان مختلفان في ماذا؟ في الإشارة. أعيد، القيمة المطلقة محصورة بين عددين موجبين، فإن آم محصور بين ناقص هذا العدد وناقص هذا العدد، اتحاد هذا العدد وهذا العدد بتقاطع المجالات فقط، حتى تفهموا جيدا، جعلنا تقاطع المجالات فتحصلنا عليه أو احفظوها فقط. الآن بعدها سوف يكمل عملية، انظروا لو يكون في هذا المكان كم يوجد لنا من تقاطع؟ ها هو تقاطع واحد، حتى ولو أكمل عملية الدوران انظروا كم يبقى لنا من تقاطع؟ يبقى لنا دائما تقاطع واحد. كيف؟ في الجهة السالبة. ها هو مازال يدور، كم يوجد لنا من تقاطع؟ كم واحد 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 إلى غاية هذا المكان. يعني ماذا يمكن أن نقول؟ نقول هكذا، نقول ثالثا،
ثالثا القيمة المطلقة لآم أكبر أو يساوي الاثنان، يعني من الاثنان فما فوق، أي دائما إذا كانت عندنا القيمة المطلقة لإكس أكبر أو يساوي لنا أ فإن إكس ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص أ اتحاد من الأ إلى الزائد مانية، أي آم يصبح ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص اثنان مغلق اتحاد من الاثنان إلى الزائد مانية. هذه الدروس أرجع إليها إنها في السنة الأولى ثانوي، كيف تنزع القيمة المطلقة؟ نقول للمعادلة ماذا؟ حلا واحدا، كيف هو؟ سالبا تماما. هل الآن يا أبنائي لو ننظر جيدا ونتابع، هل آم قام بمسح كل آر؟ نعم، انظروا لماذا؟ من ناقص واحد إلى واحد مغلق، يعني سحب كل القيم من ناقص واحد إلى واحد كلها، ثم جاء من ناقص اثنان إلى ماذا؟ إلى ناقص واحد، ومن الواحد إلى الاثنان، لكن الاثنان هنا لا يوجد لها نصيب يعني مفتوح، لكن هنا جاء من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص اثنان مغلق، ومن الاثنان إلى زائد مئة، معناه هل مسح كل آر هذا آم؟ نعم لقد مسح، القيمة المطلقة مسحت نصف المجال، لكن بعدما نزعنا القيمة المطلقة أصبح يمسح كل آر. أرجو قد فهمتم المناقشة الدورانية، يعني المناقشة الدورانية دائما عندها علاقة مع المستقيمات المقاربة، والأمر الثاني تعلموا كيف تنزعون القيمة المطلقة لأن ذلك شيء مهم جدا جدا فقط أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك الموجودة أسفل كل فيديو في اليوتيوب، هي صفحة الأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار، وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.